متى هذا الدمار؟ أين أنتم يا حكام العرب؟ حتى القرآن لم يسلم من هذا المجري. أكثر من 6-7 صواريخ في انظروا إلى هذا الحي. لا يوجد فيه سوى المدنية والشيوخ والأطفال. انظروا ما حل. هذا كله كان ملام بالأطفال والهي كلهم على بيوتهم خلف المدافع. انظروا ما هذيك احترقت. هو ما حسنا أن أنقذ الأولاد والأطفال والشيوخ من هنا إلا تسلخنا من بعد أصحاب الخير والشباب شباب الحي تم من بناء لبناء بإنقاذ الأطفال والشيوخ والنساء. وهذه المنطقة منطقة مدنية ليست بمنطقة عسكرية ولا يتواجد فيها أي شيء. لماذا هذا الاستهداف من هذا من هذول المجرمين الروس يستهدفون هذه المناطق؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى هذا المصحف لم يسلم منه. في زلم فوق بعد حتى ما طلعها بتجي سلمة خش سلمة هاي عند جارنا.